أول يوم في موسكو. البتاع ده طلع اختراع يا جماعة في المطر، بس في المطر اللي بجد زي هنا، مش زي الدلع اللي عندنا. طبعا أنا عشان بحب المطر خارج بتمشى في المطر، أو يعني خارج أعمل أي حاجة، أشتري حاجة، أروح المجازين، أروح السوبر ماركت مثلا أشتري حاجة كده. طبعا بالنسبة لنا احنا المطرة دي كده جمال وروعة، بالنسبة لهم هنا هم مخنوقين ازاي صيف وكده ومطر. ورعد بقى وبرق وايه.